اخ يا ربي، بعد كم يوم راح تبلش الدراسه؟ ماني عارفه انا شلون راح ابلش وكيف اصلا راح ابلش. وليه فصعونه محتاره وامك الحلوه هون؟ كيف قدرت تسمعي صوتي الداخلي؟ يعني كل الفضايح حرفتها لك. انا امك بفهم من نظره العين وبس. لك يا بنتي كنت بدرس على الشمعة، آخ على أيام زمان وبس. ترقبوا فيديوهات أنواع الأمهات قبل العودة للمدارس، فلهيك إذا بدكم تشوفوا هالفيديو وصلوا هالفيديوهات لخمسة آلاف لايك لو بدكم تشوفوني. يعني اشتركوا، ها لا تنسوا اضغطوا على السبسكرايب مدري إيش والجرس وهي الشغلات وحطوا لايك. تنسوا كمان تكتبوا لي تحت التعليقات مين احلى، انا او بنتي. اسمعي لك بنتي، راح اعطيكي نصائح اخ على ايام زمان وبس. وانتو كمان فروغوتس فروغوت فروغي فروغيتوس ماما فروغيتوس لك. شو عرفني انا هديك هي. يلا خيدوا كلياتكم قلم ورق ودونوا معلومات امير الذهبية. يا الله شو بعاني من هاي العيلة. انتو هون؟ كسر الروتين في المدرسة كتير مهم يا ولاد. قولوا لي شلون يا خالتو؟ بنتي ميرا مثلا لاسقة في البيت لسق، فطبيعي انها تمل من الدراسة واكيد طوعة مع رفقاتها ما في عشان تقضي اياهم كلهم نميمة في نميمة. لا هالكلام مو عندي انا. ماما اسكتي انتي، شو عرفك معنا بدل تروح لبيوت الناس؟ خليها تروح تذاكر في مكتبة الجامعة او الكوفي شوب هون جنب البيت خطوتين بس. لك مين ادرسي ولك فصعونة؟ غيروا يا ماما مكان دراستكم، مو كل يوم في البيت لاسقين لسق، حتملوا طبيعي. انا ليش بصرخ عليكم تراني تأثرت؟ انطلقي ايتها الارواح الشريرة من هنا. يخرب بيتكم يخرب بيتكم. اوه بلشنا نصور، طلع حلوة صح؟ المهم بدكم تنجحوا وتوصلوا وتحققوا احلامكم لازم تنظفوا المحيط تبعكم. شو يعني يا خالتو امير؟ يا حلوين يا امامير، قل لي من تصاحب اقول لك من انت. وبلا فلسفة، وزي ما نقول الصاحب ساحب. واذا بتعرفوا ناس سلبيين في حياتكم ما عندهم لا طموح ولا اي هدف بالحياة رح يسحبوكم سحب لعالمهم. لهيك من الاخر اقتدوا صاحبوا بس الناس اللي تحفزكم وتطور منكم. يخرب بيتكم، روحي ايتها الارواح الشريره روحي. ما بحكي عنكم ها، انا بحكي عن الارواح الشريره الموجوده في القلب. اخ يا الله، عايشين معي بني ادمين او وحوش؟ ليش كل هاي المواعين؟ من منطلق انه عم نحكي عن المواعين والنظافة، فالنظام هون كتير مهم. سطروا هون تحت كلمة نظام واسمعوا الحكي اللي رح اقوله. مثلا انا يا حلوين اخر همي في الحياة قديش من ساعة بقضيها في الجليات، اهم شي عندي انه الجليات يكونوا نظاف. ما فهمتوا علي صح؟ بعرف بعرف رح فهمكم. دراستك ومراجعتك تكون فعالة ما يعني انك قديش ساعة قضيتها لي بالله تدرس، لا دراسة تكون فعالة بس بتركيزك في كل ثانية وانت عم بتقضيها وانت تدرس. بدي اياكم كل يوم تصحوا فيه بهدف انكم تنجزوا شي في حياتكم. مثلا اليوم في عندي مذاكرة كذا وكذا، ابلش بالشيء الاهم دايما. وعلى فكرة التخطيط ليومك ما راح ياخد منك غير خمس دقائق، افضل من هدوك الخمس دقائق اللي تعدوا ليهم في النميمة مع رفقاتكم. كمان يا روح الماما نظموا نومكم، ما ينفع ليلكم صباح وصباحكم ليل. راح يظهر لكم اشعار هون او هون لبنت الفصعونة ميرا حكت فيه عن الاستيقاظ بكير الساعة 5 الصبح. روحوا حضروه راح ينفعكم كتير. صدقوني انا ميرا لو تصحى متأخر بعطيها بالشحاطة. معنا بنات هيك. حضر القهوة، بدكم قهوة؟ حطوا لي هالايموجي هاد إذا بدكم قهوة. وعلى فكرة قهوتي أفضل من بنتي بمليون مرة. بعيداً عن القهوة، نظموا مواعيدكم. مثلاً أنا هلا عندي جلسة نميمة مع أم محمود، الله وكيلكم صارنا أسبوعين عم ننظم لهي الجلسة.
المقصود هون يا حلوين انكم تبلشوا من قبل اسبوعين وانتوا عم تنظموا الجدول الدراسي تبعكم للايام اللي راح يكون فيها ضغط كتير دراسي. قبل اسبوعين نجهز الجدول وكل شيء، كل مذاكرتنا وكل مراجعتنا تكون واضحة بمخطط كامل. وهون بحكي عن نهاية الترم، خفوا شوي من طلعاتكم مع رفيقتكم هاي ورفيقكم هاد، حضروا مخطط كامل جاهز بس مو تعجيزي ها، واقعي، وكونوا مرنين شوي، مش انك ما ذكرتش ساعة معينة في الجدول تبعك يعني خلاص كل شيء خرب المخطط. لا، نسوي جدول عادي بسيط جدا وواقعي ونحاول ننضبط عليه وخلاص بدون اي تعقيدات. الحياة حلوة بس نفهمها. لك هاد هو الفن، هاد هو الفن. شرب المي والاكل بيعلي من نسبة تركيزكم، غير عن انه الموسيقى الحلوة كيفك انت ملا انت كتير بتهدي اعصابكم. هاي الالوان الحلوة، الورد، شايفين قديش امي راها منظمة، ورائحة العطر ورائحة البخور من نوع اذهبي ايتها الارواح الشريرة كتير بتخلينا هيك عندنا نفس للدراسة وكتير مرتاحين وكتير بنحس السعادة، وهالشي هاد انتو بتحسوه تلقائيا بدون اصلا ما تحسوا على حالكم. حددوا هدفكم لحي السنة. مثلا انا خالتكم اميرة عندي جلسة نميمة مع ام محمود، شو هي المهام اللي انا لازم اسويها عشان احصل بالنهاية على جلسة نميمة مع ام محمود؟ اول مهمة اني انا اطرد الاطفال وابوهم من البيت. ثاني شيء انه انا بنظف البيت كلياته، ما بدنا حدا يحكي عنا. ثالث شغلة واللي هي اهم شغلة، بتصل بام محمود، فينك من زمان، في كتير حكيات صاروا من وراك وما صار ولا حكي، بس انه عشان احمسها عشان تجي. اخر شغلة اللي هي اسهل شغلة، انه انا بحضر القهوة. قديه بحب القهوة. هلا بنيجي لكم انتو بدكم تنجحوا، شو لازم تسووا؟ لازمكم تنجحوا في كل المواد. اني انجح في كل المواد هو هدف انا بشتغل عليه للترم كامل او للسنة كامل، يعني هدف مداه طويل. طيب شو هو الهدف اللي مداه قصير؟ هي المهام اللي انا لازم اسويها كل يوم عشان اوصل لهذا الهدف. واخر نصيحة هي هدية من عندي، لونوا غرفكم، غيروا الديكور، اكتبوا هيك اشياء تحفزكم في الغرفة، مثلا تكتب انه انا بدي اصير الاولى في القسم، ودوروا على اقتباسات تحفيزية راح تلاقوا التامبلر مليان فيها، واسألوا عمكم الجوجل كل شي موجود. جرس عم يدق. ولي حقلتي اجت ام محمود اشوفك، وين يا ام هاجر؟ لك تعرفوا هديك صورة الهياكل اللي منتشرة على الفيسبوك اللي كتبين عليها صورتكم وانتو عم تنظموا موعد مع البيست فريند تبعكم؟ الله وكيلكم، هاي قصتي المختصرة مع ام محمود. يلا باي، انا هلا لازم اروح، ولا تنسوا اللي قلتلكم عليها، وفجروا هالفيديو هاد لايكات واشتراكات عشان عيوني بس. ولي لازم اروح. فيني اقول اولا اميغوس ولا باي فروغيتوس. بدي اياكم هلا كلياتكم تنزلوا تحت للتعليقات وتكتبوا لي شو هي نصائحكم للطلاب اللي ما ذكرناها بالفيديو، مشان انه انا بستفاد وكمان غيري اللي بيقرا التعليقات يستفاد. لك ميرا قومي ذاكري لشوف. اوكي ماما خلاص، يلا باي فروغيتوس. اذا بدكم تشوفوا ماما معي في الفيديوهات كمان بدكم اياها تطلع، وصلوا هذا الفيديو لل 5000 لايك. باي، سلامات يا هوا، باي. خلوني اسوي حجابي بس يا ولاد، قتلني.